في إطار المهرجان العرائش الوطني المسرح والفن الشعبية في دورته الخامسة، بطبيعة الحال بمناسبة تخليد ذكرى 16 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه الميامين. مجموعة من الأنشطة الموازية داخل في إطار البرنامج، من بينها دوري كرة القدم واللي ارتأت فيها جمعية عبد الصمد كنفاوي والنادي الرياضي بالجمعية مشاركة مع نادي إفسي العرائش لكرة القدم، إحضار مجموعة من الفرق المحلية والفرق الجهوية، من بينها فريق اتحاد طنجة وفريق أولمبيك القصري وبطبيعة الحال نادي إفسي العرائش وشباب الرويف. ونرتئم هذا الدوري خلق مجموعة من الأهداف، من بينها التعارف بين اللاعبين في مختلف المناطق الجهة وتحسيس الأطفال كذلك بأهمية الرياضة والدور ديالها في المجتمع والنتائج الإيجابية اللي كتنعكس على الأطفال في المستقبل. بطبيعة الحال كانت مجموعة من الفرق باغا تشارك في هذا الدوري، ولكن بالوقت اللي كيزاحمنا هو 7 أيام في المهرجان ما يمكنش أننا ندرجوا مجموعة من الفرق. بطبيعة الحال شبرنا 4 الفرق هما اللي يشاركوا في المهرجان.